زي ما قلت لحضراتكم ان عندنا عنصر مهم جدا في كرة القدم خاصة في البراعم هو عنصر ولي الأمر. ولي الأمر عليه دور مهم جدا، هو اللي بيجيب ابنه للتدريبات، وبنتكلم في تدريبات ممكن تلاقي تدريبات الساعة 6 صباحا، كمان هو اللي بينظم عملية المدرسة، هو اللي حريص دايما ان يكون ابنه موجود. فأكيد دور ولي الأمر دور مهم جدا خاصة في المرحلة السنية الصغيرة، ممكن في ولد ممكن تكون مشاركاته قليلة شوية، دور الوالد أو الوالدة دور مهم جدا في مساندة اللاعب. فتعالوا نتعرف أكتر على الجانب ده ونشوف أولياء الأمور، ونسأل كمان نشوف يا ترى في مجاملات في النادي الأهلي زي ما في ناس ممكن تشكك في اختيارات المدربين ولا نسمع أكتر منهم. معانا نماذج من أولياء الأمور، اسم حضرتك؟ رومي، والد حمزة، فريق 2013. والدة حمزة. حمزة، حمزة من اختبارات النادي الأهلي؟ من أول الأكاديمية كمان، من قبل الاختبارات كمان، من الأكاديمية وبعد كده دخل الاختبارات عادي والحمد لله يا ربنا كرمه ودخل بقاله سنتين في الفريق. طب قول لي بقى يعني شعوركوا هنا وانطباعكوا، هل في واسطة في الاختيارات، في مجاملة، في الكلام ده؟ لا طبعا مفيش أي حاجة، بالعكس ده في مدربين أو لعيبة قديمة أولادهم كمان بييجوا بيترفضوا، يعني دي أكبر مثال اللي مفيش محسوبية أو واسطة، يعني كلهم مجهوده. يعني دور الأم مهم جدا، هي اللي بتصحي للتدريبات، الأكل، المذاكرة كمان بعيدة عن عن الكورة. هو الموضوع طبعا بيبقى مضغوط شوية طبعا مع الدراسة وكده، بس الحمد لله يعني هنا برضو في فليكسبيليتي ان هم بيدوا اجازات ايام الامتحانات، بيراعوا جدا الحتة دي ودايما بيدوا لنا جواب من اتحاد الكورة ان هو لو هيتأخر او هيستأذن من المدرسة، فالموضوع بصراحة مريح يعني ما فيش اي مشكلة فيه بصراحة، هنا بيراعوا الحتة دي جدا. يعني انتوا من القاهره من هنا وحمزه من القاهره؟ حمزه متربي في النادي الاهلي، حمزه من وهو 4 سنين بيلعب ما شاء الله. 4 سنين ده يعني بيلعب في الاكاديميه، وبصراحه يعني صندوق، عشان الناس كلها اللي بتشكك ان مفيش كونتاكت بين الاكاديميه وبين القطاع، لا بصراحه هو طالع من هنا وتصعد مع 2012 ودخل الفريق بكل شفافيه بصراحه، وفعلا في كونتاكت دايما بين القطاع وبين الاكاديميه، فدي حاجه مهمه جدا بصراحه. يعني هناخد نماذج اخرى برضو من اولياء الامور، شفنا نماذج من القاهره لكن عايزين نشوف المحافظات، مين هنا من خارج القاهره؟ من الغربيه. طيب معانا هنا والد اللاعب منصور سامح، حارس مرمى، مولود 2014. التدريبات بقى، في تدريبات الساعه 7 الصبح، ازاي بتسافر، ازاي بتروح، ازاي بتيجي؟ احنا بقى لنا سنتين دلوقتي الحمد لله، يعني خلاص اتعودنا على كده، مواصلات 3 ساعات فادينا معانا، خلاص اتعودنا بقى لنا سنتين فخلاص. ابن حضرتك تم اختياره من الاختبارات ولا النادي الاهلي شافه في مباراه فجابه؟ لا في الاختبارات، قعدنا فتره كبيره في الاختبارات. شعوره بقى لما، او شعورك كولي امر وابنك يعني اصبح حارس في النادي الاهلي؟ اكيد طبعا احسن حاجه في الدنيا، يعني النادي الاهلي اكبر حاجه، فالشعور عمره ما توصف. يعني عايزين نشوف نماذج اخرى بقى من المحافظات، الناس اللي بتتعب. منصوره من الشرقيه، من الشرقيه، من اسكندريه، زي ما قلت لحضراتكم يعني القليوبيه، كل محافظات مصر زي احنا شايفين، يعني اولياء الامور، امهات، ابهات، الناس كلها حريصه ان اولادهم يكونوا في النادي الاهلي. والد احمد عبد الحليم، حارس مرمى في 2013. ما شاء الله احنا كل اولياء الامور هنا حراس مرمى. شيء حلو لما يبقى، لما بنتكلم على حراسه مرمى النادي الاهلي وبنقول الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء ومصطفى مخلوف، حراسه المرمى كلهم طالعين من ابناء النادي الاهلي. لا بس بصراحه يا كابتن انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، فعلا ما فيش واسطه، ما فيش الكلام ده خالص. انا ابني كان بيلعب في نادي، كان بيلعب في الداخليه واتنقل للنادي الاهلي من 3 شهور. بامانه كابتن ابراهيم عبد العزيز، الكابتن عاصم، الكابتن ميدو، ناس محترمه. انا ما كنتش موجود، انا متسجل في نادي، خدت استغنى من النادي الداخليه عشان اجي النادي الاهلي. ليه؟ وما كانش اصلا انا كنتش جاي النادي الاهلي، يعني كان في نادي تاني هو اللي كنت انا بخلص اشهره. انما طبعا المجموعه الموجوده بقياده الكابتن بدر رجب دي ناس على اعلى مستوى من الاحترام والتدريب والاخلاق، وما فيش، انا عن نفسي 3 شهور بامانه انا ما شفتش اي حاجه تزعلني تماما بامانه. انا مش بقول عشان ان انا النادي الاهلي، انا اهلاوي وكنت بلعب في ناشئين النادي الاهلي زمان، بس بالامانه في نقله غير طبيعيه بالذات السنه دي. انا كولي امر وحارس مرمى مبسوط من اللي بيحصل، مبسوط جدا. لا انا بقول لك يا كابتن اسامه مش مجامله، بما يرضي الله فعلا. يعني كابتن احمد بدر رجب كان
بتتكلم معاه السافات الفيوتشر انديه تانية، انما النادي الاهلي بامانه لا، اللي انا شفته حاجه مختلفه عن الانديه التانية بصراحه ما شاء الله يعني. تمام، قلت لي مش شرقيه؟ شرقيه بلديات يعني. كمان الشرقيه طلعت لعيبه كتير للنادي الاهلي وخاصه للنادي الاهلي. الله يكرمك. الحمد لله. انا ولد اللاعب عمر عبد الرحمن 2014 باك ليفت. طب قول لي بقى، يعني الكابتن بدر رجب حريص دايما انه يعمل اجتماعات ولقاءات مع ولي الامور. الدور مش دور مهم يعني، مش دور تثقيفي للاعبين بس، لكن دور ولي الامر اللي في المنظومه اللي بيجيب ابنه وحريص ان ابنه يكون متواجد، حتى عمليه الدراسه كل الامور دي يعني مهمه جدا. وكان في اجتماع مهم من فتره مع الكابتن بدر رجب. هو حضرتك الكابتن بدر كان بيحاول يوسطن الامور عشان برضو ما فيش جنب يجي على جنب تاني، يعني الدراسه تبقى منتظمه، التغذيه كويسه، النوم كويس، ما فيش موبايلات، ما فيش الكلام ده، عشان برضو في الاخر يستفاد هو انه يبقى لعيب طلع كويس، صحته كويسه، ما فيش يعني اي حاجه تاثر عليه حاجه تانية. ده كان ده ملخص. انا ما حضرتش فعلا الاجتماع بس كانت والدته موجوده يعني، هي اللي حضرت. يعني كابتن بدر ادى الصلاحيه لكل اولياء الامور انها تتكلم، يعني هو اتكلم. مهم قوي لما يحصل الحوار بين الكابتن بدر رجب وبين اولياء الامور، حلو قوي التواصل ده جدا. وبعدين يا كابتن هو لما اتكلم وكابتن ميدو كان موجود، مدير فني موجود واتكلم بكل احترام، هو عشان يرفع الحرج عن المدير الفني وعن اولياء الامور استاذنوا انه يكون مش موجود، قال لك اتكلموا. ويا جماعه اي ولي امر عنده مشكله يجي يبلغني يقول لي دي مشكله، واي مدرب مش هيعمل اي مشكله مع كل اولياء الامور انها تتعامل بكل مثاليه مع النادي ومع المدرب بتاعه. تمام، تعالوا بقى يعني شفنا الابهات وكلامهم وحرصهم ان اولادهم يكونوا متواجدين دايما موجودين في التدريبات. دور الامهات بقى اللي قاعده دي، شايفين الام واقفه بتشجع وبتقول لابنها كويس ورافع الروح. تعالوا نطلع برضو، دور الام مهم جدا زي ما بنقول دور الأب مهم، لكن دور الأم أهم. هي اللي بتنظم عملية الدراسة، هي اللي بتحضر الشنطة لابنها، هي اللي بتحضر الأكل لابنها علشان يكون متواجد كل يوم في التدريبات، خاصة كمان لما الولد بيكون كمان من خارج القاهرة. نتعرف على أم اللاعب. حارس مرمى عمر كريم، إحنا من الجيزة. بيبقى يوم طبعا تمرين مع مدرسه مع درس، طبعا بيبقى يوم مليان ان هو يجي يقدر الصبح هنا يتمرن ويقدر يواظب بعد كده في دروسه، فبيبقى في مجهود، بس في النهايه لما بنشوف في تمرين استفاد منه بصوره كبيره قوي. هنا الدنيا سهله علينا جدا بصراحه، القعده مريحه قوي في المدرجات، الكباتن قايمين بدورهم بصراحه، يعني كل حاجه مسهله الدنيا. كنا موجودين من اول الاختبارات، مفيش حاجه واسطه، مفيش بصراحه. انا نفسي كنت بقول لا حيلا نوصل، كنت دايما اقول لبابا لا انا ما تخلوش يبقى في امل بالنسبه له، فلا كملنا الاختبارات للاخر، وفعلا ما فيش واسطه بمجهوده، وربنا يا رب ان شاء الله يوفقهم ان شاء الله. شايف القعده ما شاء الله مريحه، يعني شايفك بتشجعي من بره ومتحمسه مع التمرين. اماكن، حتى اماكن الجلوس واهتمام النادي الاهلي باماكن جلوس اولياء الامور ده شيء برده مهم جدا لراحه اولياء الامور. اكيد كل ده بيرجع على الاولاد، انت تبقى مرتاح وكويس بتروح كل ده بتطلعه لابنك، انا كويس، انا مبسوط، انا شايف الدنيا كويسه، التعامل كويس، فبروح اطلع كل الايجابيات عند ابني، اتعلمه صح، امرنه صح، اخليه يعرف ربنا صح من كل اللي حواليا. برضو نتعرف يعني على وليه امر اخرى. ابن حضرتك لاعب فريق 2013؟ حارس رمضان ايمن. يعني حضرتك حريصة أنه دايماً يكون متواجد في التدريبات بشكل يومي، قولي لنا برضو في صعوبة في أنه يجي التدريبات الصبح، التدريبات بعد الظهر، عملية تنظيم المدرسة، خاصة أن الأمور دي مهمة جداً أن الولد يكون متواجد في التدريبات بصفة مستمرة. لا ما فيش صعوبة ولا حاجة، وإحنا بنحاول ننظم وقت الدراسة ووقت الدروس ووقت التمارين، وما بحاولش أن أنا أغيبه خالص لأن ده استفادة لي، ولو غاب هيبقى تأثير معاه، وبصراحة الدنيا مظبطة وهم بيحاولوا يظبطوا لنا مواعيد التمارين ان احنا ما نغيبهمش كتير وكده، والدنيا الحمد لله كويسة. يعني امور الدراسة مع الكرة ماشية الحمد لله. تمام، الحمد لله. مبسوطين في النادي الاهلي؟ لا جدا، الحمد لله الحمد لله، الدنيا مظبوطة والحمد لله كله تمام ان شاء الله. نشوف كل يعني اولياء الامور ولادهم يعني حلمهم، وده حلم جميل ان ولي الامر يشوف ابنه هنا في الملعب في براعم النادي الاهلي بيمثل النادي الاهلي في يوم من الايام، يعني يكون موجود في الدرجة الأولى في منتخب مصر، فده أكيد شيء يسعد ولي الأمر جدا. معانا ولية أمر أخرى.
منورانا على قناه الاهلي. الله يخليك. ابن حضرتك في مواليد كام؟ 2013. في التدريبات دلوقتي؟ لا هو تعبان فواخد اجازه. الف سلامه يا كابتن. الله يسلمك يا كابتن. ايه خير مالك؟ تعبان بس احتجام في الزور هنا. دور برد؟ مش تخلي بالك؟ هنعمل ايه طب؟ برضه حريصه حتى هو تعبان جايه التدريب وانه يكون متواجد مع زمايله النهارده. ايوه طبعا يجي لازم يتفرج على التدريب طالما مش هيحضره ويبقى يتفرج عليه. مكملين ايضا معاكم في لقاءات اولياء الامور، لكن لفت انتباهي هنا يعني اتنين من الامهات اللي واقفين بيتابعوا التمرين بشغف ومركزين قوي في التمرين. ابن حضرتك هنا في فريق 2013؟ مالك هشام 2013. ده مالك بيلعب ايه؟ مركزه ايه بقى؟ باك رايت ونص ملعب، يعني بيلعب كتير في اماكن كتير. بقاله كام سنه في النادي الاهلي؟ احنا جينا من الاختبارات يعني دي تاني سنه لي. يعني من السنه اللي فاتت؟ قول لنا بقى شعوره لما في اللحظه النادي الاهلي قال ان مالك بقى لاعب في النادي الاهلي ولحظه التوقيع على استماره النادي الاهلي. انا عايز اقول لك ان هم اهلاويين جدا 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 هم وباباهم، فكانت لحظه طبعا يعني لحظه حلوه قوي بالنسبه له، فربنا يكمله على خير يا رب. بتتابعوا ماتشات النادي الاهلي للدرجه الاولى؟ على طول كل الماتشات. لا اهلاويين جدا جدا يعني. تمام. وابن حضرتك؟ يوسف اسامه محمد. يوسف مواليد كام؟ 2013. مدافع. مدافع. قول لنا بقى، واحنا اتكلمت قال هنا العيله اهلاويه جدا وفي مباريات الاهلي، البيت والولد الصغير لما يشوف ماتشات الاهلي كمان وبيتعلم من نجوم الكبار بيفضل يعلق على السلبيات والايجابيات وبيفضل مستجيب للمطشه بتاعه الكبار وبيتعلم منها كل شيء. من القاهرة؟ من القاهرة. عملية التمرين والتواصل مع الكابتن بدر رجب خاصة لما عمل اجتماع ولقاء مهم مع اولياء الامور، كان في تواصل مهم وانتوا كامهات وعليكم دور كبير، شفتوا ان اللقاء ده كان مهم جدا في توجيه ولي الامر ازاي يبقى المعاملة مع ابنه وازاي توجيه ابنه وازاي مساندة ابنه. لا هو كابتن بدر رجب شخصية محترمة وكابتن تامر حفني شخصية محترمة ويعني تعاملهم مع اولياء الامور كويس ومع الولاد، ويعني الصراحه ناس مبسوطين في الاهلي الحمد لله. واحنا مبسوطين بيكم كمان بعد اللقاء ده، يعني زي ما قلت لحضراتكم ان ضلع مهم في المنظومه هو وجود ولي الامر، عليه دور مهم جدا، عليه دور كبير جدا، سواء ابنه زي ما قلت لحضراتكم سواء الابن بيشارك او ما بيشاركش، لكن هو في مدرسه النادي الاهلي في نادي كبير. علشان كده النهارده انا يعني كنت حريص زي ما سجلنا مع كل المدربين الإداريين إن احنا نسجل ونكون مع أولياء الأمور، أولياء الأمور اللي جم من محافظات مختلفة سواء من القاهرة، من اسكندرية، من الشرقية، من الغربية، من كل محافظات مصر، علشان ولادهم يكونوا موجودين في النادي الأهلي، عشان حلمهم يكبر من هنا من قطاع البراعم في النادي الأهلي، ويا رب إن شاء الله قريبا نشوف الولاد الصغيرين دول بيمثلوا النادي الأهلي في الدرجة الأولى وكمان في منتخب مصر، إن الحلم فعلا بيكون وراء تعب كبير جدا سواء من الأب أو الأم. نتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق. تعالوا ندخل الملعب مرة تانية علشان نستكمل لقاءاتنا وصورنا الحلوة وفيديوهاتنا الحلوة مع ولادنا اللاعبين من فريق 2012 و2011 و2014.